وناموس لكل الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة المتابعون، متواصلين مع حضراتكم في تواصل الأشواط. اليوم يوم اللقاية، وهذا هو الشوط الرابع عشر يندفع في هذه اللحظة، وشوط خاص بالقعدان. المقدمة والصدارة في هذا الموقف فريح محمد بن راشد بن قطفة المري، أذيع بالمركز الأول، وفي هذا الموقف يخطف من الريان المملوك لراشد بن بطي الزعبي على المركز الأول في هذه اللحظة. المركز الثاني شعار بن شريم مع وقاد على المركز الثاني، يليه بالمركز الثالث، وهذا هو التوقيت الزمني. بنذيع لحضراتكم على شاشة الريان 6 دقائق ثانيتين 60 جزءا من الثانية. هذا هو وقاد أو هداج حمد بن طالب بن شريم المري الذي سجل أفضل توقيت حتى هذا الشوط، أهنيه الناموس أبو طالب ويستاهل. إذن أعود مجددا إلى المقدمة لأذيع المراكز الخمسة الأولى، وأجد الريان اللي ينطلق على قناة الريان، يتابعونه أهل الريان ويتابعه الزعبي راشد بن بطي الزعبي مع مقدمة الشوط مع المركز الأول، يليه بالمركز الثاني شعار بن شريم مع وقاد متعب بن طالب بن شريم المري مع المركز الثاني. المركز الثالث هذا هو شعار بالزفنة، أعتقد شعار بالزفنة على المركز الثالث، أعتقد شعار راشد بن حمد بالزفنة الإعفاري، محجوب الرقم عني شوي لكن واقع الشعار ملفت على المركز الثالث من واقع الشعار. المركز الرابع، المركز الرابع هنا المتجاوز والمنطلق والمندفع في هذه اللحظة. نعم هذا هو ملفت اللي تأخر قليلا للمركز الثالث، راشد بن حمد بن زفنة العفاري، بينما المركز الثاني من تقدم واحتل المركز الثاني يحمل الرقم 111، هذا محمد بن ناصر بن قوبان. نعم على المركز الثاني بنذيع أهل المتحد على المركز الثاني، محمد بن ناصر بن قوبان المري مع المركز الثاني، والمركز الثالث هو من أذيع بشعار بالزفنة مع المركز الثالث ملفت راشد بن حمد بن زفنة العفاري. المركز الرابع هذا هو مكلف سعيد بن ناصر الشيبه المري مع المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس وقاد متعب بن طالب بن شريم المري. إذن هذه الأسماء الخمسة، وتعرفنا ولله الحمد على مصاحب المركز الثاني اللي هو صعب ريان لأحمد بن خلف البلوي. إذن على الموقع الأول وعلى المرتبة الأولى الريان الذي ينطلق ويندفع، وشاهدنا هذا الشعار يسجل نقطتين في مساء الأمس بتواجد شعار راشد بن بطي الزعبي، وهنا المقدمة مع الريان. يلا يا راشد يا بن بطي الزعبي، الأقرب للناموس الريان، الأقرب للانتصار الريان، هذا الاسم الغالي، الاسم الغالي عند هل الريان، يتابعونك هل الريان عبر قناتي وشاشات الريان الفضائية. هذا هو الريان ينطلق ويندفع، بينما البلوي على المركز الثاني ينطلق في هذه اللحظة، وهذا هو صعب وريان بن أحمد بن خلف البلوي، بينما المركز الثالث، المركز الثالث مطران صالح بن حمد أبو صلعه المري، والمركز الرابع اللي غير على المركز الثالث هذا هو ملفت و ملكية ملفت لراشد بن حمد بن زفنة العفاري. والمركز الخامس، شوفوا المركز الخامس، شوفوا انطلاقة المركز الخامس، هذا هو مياس اللي انطلق، وجار الله بن محمد بن عقيل المري ينطلق إلى المركز الخامس. يا سلام، خلاص
بدأت الأمور بالظهور، بدأ البلوي يصارع من أجل الناموس، بدأ راشد منبط الزعبي يحاول أن يحافظ على المركز الأول. اللحظات الأخيرة، الريان وصعب، صعب الناموس يا البلوي، صعب الناموس وصعب الريان، الريان اللي انتزع النقطة، الذي فاز الريان راشد بنبطي الزعبي هو من فاز مع الريان بهذا الشوط، بعد أن حاول وحاول صعب لأحمد بن خلف البلوي الذي انتقل في هذه اللحظة إلى المركز الثاني، وفاز الريان بالمركز الأول. وهني راشد بنبطي الزعبي على فوز الريان بالمركز الأول. المركز الثاني صعب لأحمد بن خلف البلوي، المركز الثالث مياس جار الله بن محمد بن عقيل المري، المركز الرابع وصل مطران صالح بن حمد أبو صلعة المري، المركز الخامس وصل ملفت راشد بن حمد بن زفنة العفاري. إذن هذا هو التوقيت الذي سجل مع الريان، 6 دقائق 70 جزءا من الثانية، الريان الملكية لراشد بن بطي الزعبي، وهذا قعود البلوي اللي جاب المركز الثاني. 6 دقائق 10 ثواني 34 جزءا من الثانية، هو صعب لأحمد بن خلف البلوي، تهانينا والناموس. والمركز الثالث 6 دقائق 12 ثانية 72 جزء من الثانية، مياس لجار الله بن محمد بن عقيل المري. إذن أهني مالك الريان راشد بن بطي.